تقويم المجلس، وهو تقويم خاص بفعاليات مجلس الشورى، والذي يمكن من خلاله الاطلاع على جدول أعمال الجلسات أو الرجوع إلى الجلسات المنقضية وجداول اجتماعات اللجان الأسبوعية، هذا بالإضافة إلى تقويم الإجازات الرسمية الخاصة بالمجلس وأدوار انعقاده وإعلانات التوظيف بالمجلس والمناقصات العامة التي يطرحها المجلس لعكس الشفافية التامة في تفاعله مع المجتمع البحريني. أما على الصعيد التفاعلي، فتتيح هذه البوابة الإلكترونية إمكانية تفاعل أعضاء المجلس ومنتسبي الأمانة العامة مع عامة الجمهور باستخدام الاستمارات الإلكترونية لتقديم المقترحات أو الشكاوى أو الملاحظات أو أي رسائل خاصة بالمجلس، ويحيلها المجلس للجهة المختصة للتعليق عليها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما يتم التواصل مع صاحب الرسالة. ويمكن للزوار الانضمام إلى قائمة المراسلات الخاصة بالمجلس، حيث يقوم العاملون على الموقع بإرسال نشرة شهرية تعرض المعلومات والمقالات الخاصة بأنشطة وفعاليات المجلس لأعضاء هذه القائمة. ويتمثل المحور الثالث لهذا الموقع في خدمات البرلمان الإلكتروني، والتي تتوزع في ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المضابط الإلكترونية، حيث يستعرض هذا القسم جميع مضابط مجلسي الشورى والوطني المنعقدة مصنفة بحسب تاريخ انعقاد الجلسة، كما يمكن عرض جدول أعمال الجلسة وفهرس مواضيعها وكلماتها، إضافة إلى جميع الملاحق المرفقة بالمضبطة. كما يمكن للزائر الرجوع إلى تاريخ الجلسات المنقضية لعرض المضبطة الخاصة بها، وتقوم خاصية البحث المتطورة بالبحث في جميع المضابط عن المواضيع التي يحددها المستخدم. التشريعات والقوانين، وهي خدمة يوفرها الموقع للسادة الأعضاء وزوار الموقع، حيث تضم هذه الخدمة عرض الاقتراحات بالقانون التي يتقدم بها العضو وملخص الأسئلة التي قدمت للوزارات واقتراحات القوانين قيد الدراسة وملخصاً شاملاً بأحصائيات الأسئلة التي تقدم بها كل عضو مع عرض شامل لنص السؤال. التقارير، ويضم هذا القسم جميع التقارير المتعلقة بطبيعة عمل المجلس والتي تصدرها الأمانة العامة بالتعاون مع إدارات وأقسام المجلس، كالتقرير السنوي وتقارير الأمانة العامة واللجان. وفي سعي المجلس لتقديم الخدمات المتميزة باستمرار للرأي العام، فإن فريقاً من الاختصاصيين في إدارة تقنية المعلومات يعمل باستمرار للمتابعة التقنية لعمل الموقع وتطويره، كما يعمل في خط موازن لهذا الفريق فريق من الاختصاصيين في جميع إدارات وأقسام الأمانة العامة للمجلس على تحديث محتويات الموقع والتفاعل المباشر مع زواره بصورة يومية. www.shura.bh بوابتكم لكل ما يختص بمجلس الشورى.